بكره يبدا المعسكر للقاء سان داونز يوم السبت، بعدها ب 48 ساعه لقاء فاركو، بعدها ب 72 ساعه لقاء المريخ السوداني، بعد مباراه المريخ السوداني عندك على طول مباراه سان داونز وبيراميدز في الدوري ودوري ابطال افريقيا. فانت بتتكلم يعني 26/2، 1 مارس، 5 مارس، 8 مارس، 11 مارس. انت بتتكلموا عن 5 ماتشات في حوالي 12 13 يوم، وده صعب جدا على اي فريق. الاهلي عنده السكواد وشغل الجهاز الفني يقدر يحضر بشكل كويس جدا للمرحله اللي جايه. كل التوفيق يا رب للاهلي في المرحله القادمه، لان كلنا ثقه في امكانيات الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني، وكمان عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي عامله بدايه موفقه في الدوري العام. ببص على الجدول دلوقتي، 8 ماتشات، 7 فوز تعادل، جبنا 23 هدف ودخل مرمى الاهلي 7 اهداف، يعني اقوى هجوم وتاني اقوى دفاع بعد بيراميدز اللي لاعب زي الاهلي 8 ماتشات و22 نقطه. ان شاء الله انا استمر على ده، ومؤكد لو الاهلي فضل راكب الدوري بالشكل ده مع نهايه الدور الاول كل الانديه بلا استثناء هتسلم بدري، وعارفه ان الاهلي يقدر يخلص الدوري بدري بدري. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند الاهلي، وكمان نشوف المحتوى اللي على السوشيال ميديا، ايه ابرز النقاط اللي بيتكلم فيها السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. اهلاوي انا.